فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا تزوجت المرأة وكان عندها بنات بالغات من زوج سابق، فهل يعتبر زوج الأم محرما لبناتها؟ ما في شك، ما في شك، إذا دخل بأمهن فإنهن يكون ربائب له، ربائب، هؤلاء الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.